السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون معي أو نذكر بتاريخ اليوم، اليوم تاريخ 19 من شهر ديسمبر 2019. كما تشاهدون قلت النحل عاد للصروح بقوة، صروح قوي جدا جدا، وهذا بعد مرور الاضطراب الجوي وتحسن في درجات الحرارة. هناك كمية معتبرة، كمية كبيرة جدا من حبوب لقاح تدخل إلى الخلايا، وهذا ما سيعزز الملكة في وضع البيض. كما تشاهدون هناك كمية معتبرة من حبوب لقاح تدخل الخلية، وهذا سيساهم بطبيعة الحال في تطور الخلية وسيزيد من قوتها. النحل يغتنم وجود بعض الأشجار التي تزهر في هذا الوقت، ويغتنم فرصة وجود الأيام الصحوة ليجمع ما يمكن جمعه من حبوب لقاح. يعني ما شاء الله صروح، ما شاء الله. هناك فرق بين الصروح في الخلايا التي تصلها الشمس والخلايا التي لا تصلها الشمس. كما ستشاهدون هذه الخلايا تصلها الشمس فصروحها قوي جدا جدا، عكس الخلايا التي لا تصلها الشمس. ما هي مثلا هذه الخلية لم تصل إليها الشمس بعد، صروحها نوعا ما قليل، عكس الخلايا التي تصلها الشمس. كما تشاهدون فتعريض الخلايا للشمس أمر مهم جدا في هذه الآونة، فشعور النحل داخل الخلية يضطره إلى الصروح بقوة، عكس الخلية التي لا تصلها الشمس. يعني صروح ما شاء الله، وكأننا في فصل الربيع أو موسم الفيض. تقريبا معظم الشغلات تعود محملة في حبوب اللقاح، يعني صروح ما شاء الله. هذا سيساهم في تطور الخلايا. شاهدوا معي قوة الصروح وعدد الشغلات التي تحمل حبوب اللقاح، رغم أننا في فصل الشتاء. نحن في 19 من شهر ديسمبر، 19 من شهر 12 2019. شاهدوا معي ما شاء الله هناك صروح جيد جدا للنحل، حتى أن هناك معظم الشغلات تأتي بحبوب اللقاح كما تشاهدون، وهناك عدة ألوان من حبوب اللقاح. اللهم بارك وزيد، ما شاء الله صروح جيد جدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا. النحل بشغوله باغتنامه هذه الفرصة لا يبالي حتى بوجودي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.